اليمنية. نعم، الوضع الآن في العاصمة اليمنية كما تعرفين الآن في المستشفى الميداني نقل 5 قتلى على الأقل ونحو أكثر من 30 جريحا حتى هذه اللحظة، 3 منهم على الأقل جراحهم خطرة جدا طبعا بعد ما حدث اليوم من قيام بلاطجة أو من يوصفون بالبلاطجة الموالين لنظام صالح بإطلاق الرصاص مباشرة على المتظاهرين الذين خرجوا بعشرات الآلاف بعد يوم واحد أو بعد ساعات من التوقيع على ما يسمى بالمبادرة الخليجية التي وقعت في العاصمة السعودية الرياض. المتظاهرون اليوم طبعا خرجوا بعشرات الآلاف وربما هي من أكبر المسيرات التي جابت شوارع العاصمة اليوم. قبلوا في شارع الزبيري في العاصمة اليمنية صنعاء، وشارع الزبيري طبعا يتمركز فيه بعض البلاطجة الذين خلال الفترة الماضية كان سلحهم النظام صالح، وذلك لمواجهة هؤلاء المتظاهرين. عندما بدأ المتظاهرون بالهتافات وبالشعارات ضد النظام صالح والمطالبة بمحاكمته، قام هؤلاء البلاطجه باستفزازهم وباطلاق الرصاص مباشره عليهم، مما ادى الى سقوط قتلى وسقوط جرحى. الشباب طبعا حاولوا ان يقوموا بمواجهتهم، ولكن طبعا كانوا طبعا الشباب يخرجون في العاده سلميين وليس لديهم احيانا الا الاحجار. طبعا الرصاص كان اطلاق مباشر، اطلق الرصاص على متظاهرين واطلق الرصاص ايضا على بعض مصوري وسائل الاعلام، ونقلوا طبعا الى المستشفى الميداني بصنعاء. طبعا هناك الكثير من الرفض للمبادره الخليجيه وخاصه بعد سقوط القتلى والجرحى من المتظاهرين السلميين. وقد شهدت الساحة سواء ساحة صنعاء أو ساحات في 18 محافظة يمنية شهدت الكثير من الجدل داخل هذه الساحات حول دور المعارضة السياسية وانخراطها في هذه التسوية السياسية. البعض وصف هذه طبعا ما يحدث الآن بالنسبة للمظاهرة بخيانة لدماء بالمعارضة بخيانة لدماء الشهداء، وطالبوها بالتراجع عن مثل هذا العمل. نعم، شكرا جزيلا لك. مراسلنا أحمد الشالفي كان معنا من صنعاء. الآن إلى تطورات الملف السوري.